خد يا عم، نزلت لهم احلى رنات. صباح الفل. مية مية. ادي التاني. صباح الجمال. وادي التالت. صباح العسل. ايش تعالي بس يا بطل. يلا رجال. كلنا ميمي. شكرا. خليعة. مية مية. اخر خلاعة. يومين كده وفي رنات جديدة. ولا ميمي، لقيت الشهادة بتاعتك؟ لقيتها. دي دوختني على ما لقيتها. امسك ده. ماشي. ايوه. هو انت عايزها في ايه؟ اذا كنت انا مش عايزها. بتوع الاصلاح الزراعي عايزين عشان يكملوا الورق عشان نستلم الارض. امسك دي. هات دي. عظيم. كده نقدر نستلم الارض. انا غلطان ان انا لقيتها. احنا مش هنخلص من الموضوع ده. يا ابو ميمي، عشان تبقى عارف انا مش همشي في مشوار الزراعه ده. ها؟ هيعمل نفسه مش سامع بقى. مش احسن من الكمبيوتر الخربان بتاعك ده؟ دلوقتي بقى خربان. نسيت لما كنت بتاخد رنات ببلاش. ها؟ هتحرجني يعني ولا ايه؟ شكلك ايه بس وبتاع؟ وايه اللي انت ماسك في ايدك ده؟ انت بتقطع بسبوسه. بسبوسه؟ انت عارف حاجه؟ انت رايح فين وسايبني؟ مش بتكلم معاك. مش هغسل ايديا من الطينه؟ ايه فيلم الارض اللي انت عايش فيه ده؟ بالسهل كده اغسل ايديا من الطينه؟ شقه خطر عليك. استنى لما املك الطريق يا ابو ميمي. خش. واد يا مأمن انت. بس بقى. هلا برنس. كله تمام. أمنت الحمام؟ كله تمام والصابون في مكانه، بس خد بالك لحسن مراوغ شوية الصابون. مراوغ؟ يا بابا افهمني بس، أنا أحب أتفرج على الزرع، أنا ما بحبش الزرع. ها؟ إيه؟ مش عاجبك يا بابا؟ تحب أقول لك يا خالو؟ طب الأرض دي يعني أنا أعمل فيها إيه؟ إذا أنا دافع فيها دم قلبي. دي أرض في الصحراء، مين مجنون هيروح يزرع الصحراء؟ طب أقول لك حاجة، انقلها مصر وأنا أروح. تاني مصر؟ تاني مصر؟ هتعمل إيه في مصر؟ هتشتغل ايه وهتقعد فين؟ هقعد في اي حته وهشتغل اي حاجه. يا حاجة انا طموحي اكبر بكتير قوي من ان انا اقعد هنا، انا عايز اعدي البوابات. الارض دي انا بعت عشانها العربيه، كنت خلاص هسدد اخر قسط وهسجل. ايه؟ بعت النص نقل؟ ده انت كنت بتحب اكتر مني. ده انا بعتها عشان خاطرك انت. وبعتها لمين؟ بعتها للحاج اسماعيل خدها للمزرعه بتاعته. طب خلاص محلوله، روح اتجوز بثمنها بقى. مش هما اخد ثمنها الاول؟ هو انت بعتها سلف ولا ايه؟ الحاج اسماعيل قال لي اصبر عليا لحد ما ابيع المحصول. يا بابا ده الفلوس اللي عند اسماعيل دي قد الفلوس اللي في البنك المركزي كله. فين ده بس لما تشوف الحنفيه المركزيه دي ما بتنزلش ميه ليه؟ ما انا قفلتها. وقفلتها ليه؟ انا عامله دمشق ومش سامعك. افتح الميه على. حاضر حاضر اهو. خد بالك ميه سخنه، ميه سخنه. ولا سخنه ولا حاجه، انت بتتلكك يا ابو ميمي. اغسل. انت بتخاف على وشك قوي. حاج اسماعيل. حاج اسماعيل. اهلا يا ميمي، وحشني قوي، نازل لك حالا. يا حبيبي بقالك كتير قوي ما زرتنيش يا اخي، ليه كده؟ يا حاج اسماعيل، على راي المثل يا بخت من زار وايه وخفف. طيب ممكن لك حاجه عند الكلب؟ قول له يا ايه يا سيدي. بص يا سيدي. ايه؟ مبروك عليك النص نقل، رغم ان تمنها لسه ما اتدفعش. هو انا اتفقت يا ميمي صحيح، بس صبرك عليا ابيع المحصول واسدد يعني. يا حاج اسماعيل، ما انا عارف، انا عارف والناس كلها عارفين. الناس كلها عارفين ايه؟ عارفين ان ظروفك بقت وحشه ومش ولا بد. ايه ده؟ انا زي الفل ومية مية. يا حاج اسماعيل، انا زي ابنك. فين زمان حاج اسماعيل؟ حاج اسماعيل على سنه ورمح تغرقوا الديون ويتفلس. ما حصلش، ما حصلش. الله، امال ابويا ليه قال لي انه مرضيش ياخد منك تمن العربيه عشان انت بقيت غلبان؟ انا غلبان؟ فين زمان؟ زمان كنت تدب ايدك في جيبك تطلع تمن مية عربيه نص نقل بسواقينهم. والغاية دلوقتي يعني انت دلوقتي تقدر تحط ايدك في جيبك وتطلع 8 عربية نص نقل واحدة ومن غير سواق؟ بلاش احراج. احراج مين؟ و 38 عربية. واهو يلس. واهو. لا شيل فلوس الناس يا راجل. ناس مين؟ دي فلوسي. الحاج اسماعيل زي ما هو. كلام. طب عليا الطلاق لانت واخد ثمن العربية. مبروك عليك النص نقل يا حاج. الله يبارك فيك يا مين. صحيح الناس ما بتسيبش حد في حالها. يا اخي. يا احبائي رسول الله. فزي ما كنا بنقول يا اخي، لو سمحت اقفل الموبايل بتاعك اثناء الصلاه. خلاص مستعجل؟ عايز تعرف اخبار البورصه؟ اهو ده يا اخواني خير مثال للي كنا بنقول عليه. الموبايل ده اما يكون نعمه او نقمه إذا أسيء استخدامه. تلاقي الواحد من دول حاطط عليه إشي ضحكة خليعة، ده غير بقى اللي حاطط
أغاني عارية مسفة وبيعملوا منها رنات على تليفوناتهم المحمولة. أنت، نعم أنت أيها المسلم، أنت المسؤول عن الطريق اللي تمشي فيه، إما طريق الحق أو طريق الفساد. بص يا ابني، العمل عبادة، فما بالك بعمل ضد العبادة؟ بدل ما تنقل هذه الأغاني على أجهزة المحاميل إن اللي يا أخي حاجة كويسة، أو اترك المحمول برناته. أصل يا سيدنا الشيخ، من بين 100 واحد عايزين أغاني بيطلع واحد عايز أغنية عادية ولا عايز دعاء، كله بيبقى عايز الواو وكده. شوف يا ابني، أنت طلبت مني النصيحة وأنا نصحتك وأنت حر. يعني يا سيدنا الشيخ، ما ينفعش يعني نمشيها شغلانة مؤقتة كده، مؤقتا أجيب منها قرشين؟ أصل أنا أصلا عايز أنزل مصر، أنا مش عايز أقعد هنا. لا تيأس يا ابني، لا تيأس، واستعمل الكمبيوتر بتاعك في حاجة مفيدة. أنت بالمناسبة اسمك إيه؟ ميمي. إيه؟ كلنا عبيد الله يعني. الكوباية اللي بتشرب فيها مية هي اللي ممكن تشرب فيها خمرة، يعني زي ما تكون مفيدة ممكن تبقى سيئة، المهم استخدامك ليها إيه. إيه ده يا بيمي، أنت جبت السمك ده منين؟ نزلته من على النت. ده سمك جميل قوي. هعمل لك كوبي؟ أنت ناوي بقى على كده تتاجر في السمك؟ لازم هتف عليك عشان تسكت. شغل؟ ما كانش ينعز يا ميمي، ده انا حتى في المزرعه عندي عماله زايده. مزرعه ايه يا حاج اسماعيل؟ انا مش عايز اشتغل في مزارع، انا عايز اشتغل في مصر. وكمان في مصر؟ مستحيل يا راجل، هو حد لاقي شغل؟ ايوه معاك حق طبعا، معاك حق. انا قلت كده والله، انا قلت كده، ما ينفعش اتكلم حد عشان خاطري، وخصوصا انك راجل محترم. وايه دخل احترامي في الموضوع؟ يعني اتكلم حد عشان خاطري وكده، وممكن يعني يكسفك. يكسفني انا؟ ده انا خايف كمان لحسن يحرجك. ده ما تخلقش اللي يحرجني. انت عايز تقنعني انك انت لو كلمت حد في مصر عشان يشغلني هناك هيعمل لك اعتبار ويكبرك ويفخمك وكده؟ طبعا. كلام. طب علي الطلاق، لا تشتغل من بكره في مصر وباليورو. الف مبروك يا عم اسماعيل. الله يبارك فيك. وبسال علينا بقى، مش تروح تشتغل في مصر وتنسانا؟ ايه بهزر يا عم اسماعيل. الف مبروك. الله يبارك فيك. بالاذن. اتفضل. يا ابو ميمي، يا خالو، انا كنت واثق ان انا هلاقيك هنا. انت ايه، سايب البيت ومش عايز تسلم عليا ولا ايه؟ ها، وبعدين انت قاعد بتصطاد هنا ليه؟ ما تصطاد من الكمبيوتر بتعمل بيه، ولا خايف السمك يبرمج عليك؟ ما ترد يا ابو ميمي، انا احسن منك وجاي اسلم عليك. خلاص نويت ان شاء الله، بس على فكره انت لو قلت له اقعد يعني هتقعد، بس غصب عنك. وانا عمري ما فرضت عليك حاجه، احنا طول عمرنا اصحاب. اسمع يا ميمي، تفتكر لو انا رميت السناره بعيد اصطاد سمكه اكبر؟ اكيد طبعا. ولا تعرف اي حاجه. انت عارف انا اكبر سمكه اصطادتها في حياتي اصطادتها من هنا من تحت رجلي. انا لو كنت بصيت بعيد مطرح ما رميت السناره ما كنتش خدت بالي من السمكه الكبيره اللي تحت رجلي. دي تلاقي سمكه كانت معجبه بيك ولا حاجه وجايه تدلع حوالينك كده ولا بتاع. اصل انت دايما تبص بعيد وده مش وحش، بس لازم كمان تبص تحت رجليك. بقول لك ايه، البحيره دي ما فيهاش سمك. امال انا بصيت ايه من زمان يا ولد؟ انا هقوم امشي. خد بالك من نفسك. عايز حاجه؟ لا، يلا السلام عليكم. شنطتك يا ميمي. انا خدت شربين من عندك. طيب، وفي بدله كحلي كده برضو. ماشي. وفي حزام بني لقيته مش عارف بتاع مين خدته. خلاص ضربته يعني، وشوف حته ببات فيها، اصل بعت البيت. من أهم خطوات النجاح أن تؤمن أن بداخلك منجم ذهب من الذكاء يمكن أن يصل بك إلى قمم النجاح.
الرمله دي، الرمله دي بفلوس يا اخويا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. انا بسال على الحاج مصطفى. انا الحاج مصطفى يا اخويا. وانا ميمي طرف الحاج اسماعيل بتاع الاسماعيليه. انت اللي جاي تشتغل؟ ان شاء الله. تعالى ورايا. شوف يا ميمي عشان تبقى فاهم شغلنا، احنا نخش على الشقه من دول وهي طوب احمر، نقطع فراتها بقى نجاره ومحاره وسيراميك ونور وكهرباء وارضيه وسقف وحيطان وكل. من خطوات النجاح الاساسيه ان تحب ما تفعل حتى تفعل ما تحب. يعني كل شغلنا في التشطيبات. ايوه يا حاج، بس انا يعني ما تاخذنيش، انا ما فهمش حاجه خالص في شغل التشطيبات ده. لا يا ميم انت مش هتشطب، انت هتلاحظ العمال. يعني واحد بكسل تلسوعه وواحد نايم تصحيه. منبه يعني. وشك مش مبسوط. لا ما تاخدش في بالك، اصله معايا من زمان فجايز ادم ولا حاجه. شوف يا ميم احنا شغلنا بسيط جدا، بيبدا الساعه 7 وينتهي الساعه 7. ده ايه الشغل اللي بيخلص في ساعتها ده؟ لا انت تيجي الساعه 7 الصبح وتمشي 7 بالليل. طيب. طب هو انا قبل ما اجي بقى هاجي منين، ولما امشي همشي اروح فين؟ انت ما عندكش حته تنام فيها؟ الحقيقه لا ما عنديش، بس انا ممكن انام في اي حته على فكره. انا ممكن انام هنا. انا بنحط الزلط. طيب ممكن انام هنا. انا بنشون الاسمنت. طيب ممكن انام هنا على فكره برضه. انا الراتش. طب ممكن لو الجبس ما جاش انام مكانه لو مش هيضايقه. خلاص يبقى نام في اوضه الباشمهندس طارق، وفي بطانيه تحت الكنبه تغطى بيها. طب والمهندس طارق هيتغطى بايه؟ حضرتك بقالك ساعه التمرين خلص. الحقنه جاهزه يا فاروق بيه. لا انا النهارده هاخدها في الريسبشن. انا كل يوم بديها لحضرتك في العضل، اشمعنى النهارده هتاخدها في الريسبشن؟ مي هي اللي حددها لي، انت ايدك عامله زي المرزبه. يلا مي. وش لو سمحتي. يا رب زينة. ايه اللي حصل؟ كانت بتغرق في البسين. تعال تعال يا حبيبتي تعال. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعال يا حبيبتي. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان البنت ولا على بالكم خالص. وانت شفتها ازاي؟ شفتها من مكان ما شفتوكوا. هو ده اللي يهمك. انت بتزعق كده ليه؟ بزعق لان الحاجات دي تتعمل بالليل مش لما البنت تغرق. قلت لك 100,000 مره ما تسيبش البنت لوحدها. اتفضل من هدومك انت مرفوض. لا 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 معلش، انا لو اعرف انه الحكايه هتوصل للربط انا كنت سبتها تغرق. بس خلاص الحمد لله البنت كويسه قوي زي الفل الحمد لله. طب روح هات له حاجه ناشفه البسها بسرعه. حاضر. يلا وانت بسرعه اطلع غير البنت عشان ما تسقعش. يلا وانت بسرعه روح اعملي حاجه سخنه عشان اشربها. عيله مفككه. كان صاحبي قوي، صاحبي صاحبي يعني، وكان الموضوع ده مضايقه جدا. قعدت اقول له يا ابني كبر دماغك، يا ابني كبر دماغك. هو فعلا سمع كلامي وقعد يكبر دماغه ويكبر دماغه لغايه ما بقاش يعرف يقلع التيشيرت. انا هقول لك فزوره. لا لا فزوره ايه، احنا لسه هنقعد نفكر، احنا نقعد نقول نكت ونضحك ونشرب شاي وكده. في كده يا خبر ابيض. لكن بقول يا بيبي
يعني انت لغايه دلوقتي كاتب لك بتاع 20 سندوتش وشربت برادين شاي وصندوق ازوزه، ما قلتيش لغايه دلوقتي انت بتشتغل ايه؟ انا بشتغل في العماره اللي في وشكوا دي على طول، اللطش في وشكوا دي. بتشتغل ايه بقى في العماره اللي في وشنا على طول دي؟ بشتغل منقذ. ايه؟ منقذ، منقذ الاطفال اللي بتغرق في حمامات السباحه اللي حوالين الفلل اللي اهاليهم ما بياخدوش بالهم منهم. ليش في بالك؟ ايه ده؟ دي عايزه سكر. حان الوقت استاذن انا بقى فاروق بيه. مره ثانيه وثالثه انا متشكر لك جدا يا استاذ بيه. يا راجل تشكرني على ايه؟ تشكرني على ايه بس؟ ازاي بقى ما تقولش كده؟ بيت لطيف واسره سعيده والوان فاقعه وحاجه زي الفل. البنطلون والفانيلا والحاجات بتاعتي نشرهم فين؟ بره. بره اوكي حاضر. طيب اتفضل بقى. يا راجل هو في كده برضه؟ خليك لابسهم تبقى جيبهم لي بعدين. والله هو حضرتك نينجا ترتل؟ ترتل؟ اه لا لا ده 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 روب دي شامبر. ديشان؟ روب ديشان وروب نوفمبر. لا لا ده الروب اللي بلبسه في البيت. في البيت؟ نينجا في البيت يعني. اوكي طيب بعد اذنك اتفضل. لازم تذبح حاجه. حاضر. عشان البنت الصغيره حاجه باربع رجول ما لقيتش تذبح فرختين. يلا السلام عليكم. السلام. لو سمحت. نعم. دول مكافأة بسيطة علشانك. ايه اللي بتعمليه ده؟ اكمني مبلول يعني؟ وانت عمال تغمز لها وفاكرني مش شايفك؟ شفتك بظهري. كام دول؟ 500 جنيه. اشتري بيهم حاجة للبنت. ماشي كلامك ميمي، بس أرجوك لو احتجت أي حاجة اعتبر المكان ده بيتك. شكرا. بس يا ريت لو حد هيغرق تاني بلغوني قبلها. شبكنا ستاير. أنا اللي كنت فاكرك نينجا طلعت ترتر. مش ميمي اللي ماشي هناك ده؟ زمر له يا حسن. راح فين يا ميمي؟ رايح اول الشارع اجيب سندوتشات. طب ما تيجي تركب. اركب ايه؟ لا انا ما بركبش، انا هتمشى. يا ابني تعال اركب، انا عايز اريحك. تريحني؟ انا ميمي بس راجل قوي. قصدك ايه؟ اقصد ان مفيش فايده. اقصد انا مش عايز اتعب حضرتك، اتفضل انت. طب قول لي عايز ايه وانا اجيبه لك معايا. يعني اذا كان كده بقى هات لي معاك سندوتشين، واحد فول وواحد طعميه. لا 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 خلي خلي خلي. لا انا ما بحبش حد يكسر عيني معلش. طيب يا سيدي واحد فول وواحد طعميه. حاضر عينيا الاثنين. ماشي اتفضل. سلام. اتفضل. اطلع حسن. ايه ده كله؟ لانشون وجبنه رومي وجبنه فلامانكو وزيتون اخضر وزيتون اسود وعسل ومربى وعصير. ايه ده كله؟ ده واضح انه فرتك الجنيه كله. لا بقى الواضح ان فاروق بيحبك قوي وبيقولك ما تنساش لو احتجت اي حاجه البيت بيتك. وايه المقابل؟ المقابل يا ابراهيم بعت نفسك. والله يا ابني انا ما انا فاهم انت قصدك ايه. ما علينا. سامح كريم اخبار زينه ايه؟ لا تمام الحمد لله زي الفل. باخد بالك منها يا ابراهيم طالما البنت شقيه كده، خد بالك منها بلاش الحاجات التانيه دي. والله يا سنيني انا عيني ما بتغفل عنها، انا يا دوبك روحت احضر الحقنه وقلت الانسه مي خلي بالك منها. ارجع كده باللسان شويه، انت قلت ايه؟ الانسه مي؟ هي الانسه مي مش تبقى مامة زينة؟ دي مامة زينة تعيش انت. الله امال مين الانسه مي دي اللي كانت عامله فيها هيستك كده؟ لا دي مش هيستك، دي مديره مكتب فاروق بيه وهو بيعتبرها زي بنته بالظبط. طب كمل، انت قلت حقنه ومش عارفه حاجه كده، هي عيانه؟ لا دي حقنه فيتامينات انا بديها لفاروق بيه. حقنه؟ تديها له فين؟ ورا. انا مالي ورا ولا قدام، انا اقصد بص لما بياخد الحقنه دي بياخدها هنا عند الشباك ده. ايوه صح. ولما بتديها له بيعمل كده. ايوه بالظبط كده. بص يا ابراهيم بقول لك ايه، اعمل لنا بقى 40 شاي احتفالا انك طلعت شريف يا راجل بسرعه. نسا مي في حاجه؟ كنت عايز اسالك سؤال بس. مفيش حاجه ضايعه منك؟ لا ليه؟ اصلا انا ما لقيتش حاجه وخايف لا تكون بتاعتك. لا الحاجه اللي لسه ما لقيتهاش مش بتاعتي. طيب تحبي افضل معاكي لغايه ما نلاقيها جايز تطلع بتاعتك ويبقى شكلي وحش وانا مقصر؟ يا سيدي شكرا، اما تلاقيها باخدها لك خالص. ويخلق ما لا تعلمون. ايه ده مفاتيحك؟ كانت مفاتيحك.
مش انت قلتي لما تلاقي حاجه خدها ليك خالص روحي بالاتوبيس بقى؟ هات، انا ما بهزرش. طب الراحه شويه، في ايه اهو؟ انا لقيته معين وانت داخل. الحق علي ان انا جبتهم. ربت تعملي حادثه خفيفه يعني، رتوش بتاع فانوس تتقلبي. ايه ده ابراهيم؟ كوبايه شاي اهي، شيلهم بقى بدل ما اكسرهم. اوبس، ازيك يا زوزه؟ انت مين؟ انا اللي طلعتك امبارح من حمام السباحه، اوعي تكوني لسه مبلول. انت مين؟ صح، ما عرفتنيش في الاول. شويه كده. اصل انا شكلي بيدي على هشام في الاول. مين مع مين هشام ده؟ هشام ده واحد صاحبي بس بيدي على ميمي. ازيك يا ميمي؟ اهلا اهلا وسهلا. بعتولك الفطار؟ تمام، كله تمام الحمد لله يعني. وحضرتك رجوله، رجوله المراجل كلها. انا كنت فاهم كده بس مش مهم. ومعلش كنت اخواتي اتحاسبوا، انا جاي اخد بقيه الجنيه لو في حاجه حلوه ممكن يعني. ايه ده؟ ايه ده يا اخت زينة؟ طبعا ده شيء ملوش اجابه. اكيد ده شيء خيالي. سلم على مين يا روي؟ اهلا اهلا يا حبيبي. اهلا يا حبيبي، ازيك؟ ما شاء الله ده متدرب عني. اهلا وسهلا. ده روي؟ امال صالح سليم فين؟ يا جماعه انا ما حدش جاوبني. ايه ده؟ انتوا ما عندكمش كلاب في البلد؟ يعني ده كلب دلوقتي؟ ما شاء الله، اصل الكلاب عندنا حجمها طبيعي يا زينه، انما هنا الكلاب عندكم ما شاء الله صوب. طب يلا نلعب. هاي هاند رايتنج. اهلا وسهلا، ازي حضرتك استاذ علي؟ الباشا ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا ترى؟ الاموره صغيره لسه عايشه؟ جاهزه. اتفضل اتفضل اتفضل. اهلا وسهلا يا ترى. ان شاء الله باذن الله. كل ده ما هات يا روي، ابعدوا من قدامه دلوقتي. معلش معلش معلش، عمري ما شبع. ايه ده؟ ما تخافش لا لا لا، انا مش خايف. بص اعرفكم على بعض، ميمي الاستاذ عزمي مدرس اللغه العربيه. انا مش خايف. مدرس؟ ايوه ده مدرس، ده مدرس وده كلب. ازاي؟ معلش اتفضل اتفضل. انا مش بخاف من الكلاب، انا عايش في بلد كلها كلاب. معلش بس ده مش ارجوك ابعدوا شويه عشان. بص بص اخلص. لا لا براحه براحه علي يا راجل، اديني فرصه بس. عدي. انا مش بخاف بكلاب، عمري ما من الكلاب اخاف منها ليه يعني؟ قولي تشقشق الطيور. تشقشق الطيور. تشقشق ايه يا حبيبتي؟ احنا ماسكين ابر لبعض عن شقشق. تشقشق القاف، قلت لك عليها 50 مره. قولي تشقشق الطيور والارض مفتحور والباري للضرور والمارد العربي. قولي تشقشق الطيور. و ايه يا استاذ؟ ايه يا استاذ ايه؟ خلاص ما تقوليش حاجه، ما تقوليش، انت هتعرفي تقولي حاجه. هاتي موزه. ايه ده يا الموز ده بتجيبوه منين؟ ها؟ اللي هناك ده تفاح؟ يا استاذ. خليني بعد العشاء. ها؟ ها ابراهيم كمل لي، كنت بتقول ايه بقى؟ بقول لك يا سيدي، ست مي دي بيعتبرها زي بنته بالظبط، اصل ابوها كان صاحب فاروق بيها الله يرحمه. هو فاروق بيه مات؟ يا ميمي ركز معايا، بقول لك ابوها كان صاحبه، يبقى ابوها هو اللي مات. طب يا عم عقبالها يا كمان، بالراحه شويه. قول تشقشق الطيور. تشقشق الطيور. ايه ده؟ مين اللي بينعر بره كده؟ لا ده الاستاذ عزمي مدرس اللغه العربيه بتاع ست زينه هانم. بتاع ست زينه هانم؟ انت ايه من ايام رد قلبي ولا ايه؟ ايه الطربوش اللي انت لابسه في لسانك ده؟ عامل القهوه.